أرحب فيكم مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مطار الدولي من أريبيانا. مطار الدولي هذا مشروع كبير، مشروع مطار يعني، مش مشروع عادي. ياسين نشتغل على مشروع ياخذ وقت، ياخذ اهتمام، ياخذ أمور وايد، ياخذ وايد شغلات من عندنا. طبعا أبقى أحطي بعد نوع ثاني من بترول الطيارات، هاي لازم اغيرهم. تبون صدق هاي الى تاكسي وي اظني. اها اوكي، لازم اطلع من هني تاكسي وي حق هاي الباقيات. بس في تاكسي واي حقهم، في تاكسي واي، بس هذا مهبط، يستعملون مهابط القريب مو مشكلة. المفروض اوصل هاي بتاكسي واي هني، وهي كلها خليهم تاكسي واي. مو شو اسمه، بعدين بغيرها مو مشكلة. يبا الشارع ليش، وين مدخله؟ بالعكس اظن هذا مدخله صح. مش هذا، هذا مدخله. وانت وين المدخل مالك؟ بيكون بنفس الاتجاه وياه بالطريقة هاي. هذا بترول الطيارات هذا. اوكي، باسنجر سيرفيس لاست ويك ام فيول. انزين، وبنحطي محطة باصات خاصة في المطار، بس مو بالحين. لا، محطة باصات عقب، عقب محطة الباصات، مو بالحين. في مو بحلاوة تعال حط محطة باصات وروح. ترمينال نقدر نحط ترمينال، بس ما نبغى ترمينال. حق شو ترمينال تبونه؟ ما نبغى ترمينال الحين، مش لا وقته ولا زمانه. انزين، ايربورت رادار تاور. وين مبنى الرادار مالنا؟ هنا. ايوه، ايربورت رادار تور بيكون عند التاكسي واي. هاي الجماعة الطيبة اللي بيخدمونا خدمة في مطارات. نبغى واحد من هذا الاتجاه، واحد بهذا الاتجاه، هي بيكون ممتاز. رقم واحد ما نبغى الترمينال خلاص. بس هاي خدمات المطار بشكل عام، ما بنحطي شغلات اكثر ونطولها يعني. بس ابا باركن عند هذا، وابا باركن عند هذا، وابا باركن لمجرد باركن هني. منها يوصل الكهرباء، منها عندنا باركنات زيادة، منها عندنا باركنات زيادة. بنحتاج شغلات ثانية، خدمات بسيطة عندنا في المطار بتصور. بنحتاج ان باصات، بنحتاج شوي سوالف، بنحطيها من هنا عقب مو مشكلة. بس ما له داعي ازحم منطقة شو خدمات المطار نفسها، هاي ما باها تكون مزحومة 100%. هني هالمنطقة بالذات تكون حق شو، حق الناس الموجودة. زين، اخر مرة احنا اشتغلنا على شو، اشتغلنا على المترو بس ما حطينا على شيء. ايوه ذكرت، نبا تاكسي. التاكسي بيطلعون من وين؟ من هني. تاكسي ديبوت هذا ولا هذا؟ عندنا وايد تكاسي. هذا ديكوريت، ما نبغى ديكوريت، نبغى مبنى تكاسي شغال حلو. ونحطه عند باب المطار شو؟ هني اكيد، هني تاكسي. طلع من المطار ما في تاكسي؟ شو من المطار هذا اللي ما فيه تكاسي؟ خبروني انتو، شو المطار اللي بتدخلونه ما فيه مبنى تكاسي؟ في ناس بطرانة بتدفع على المسافة الطويلة تاكسي، يقول لك انا ما ابا والله اوقف في الدور وفي الزحمة وبهالاماكن ودنيا ما يبا. يا اخي كيف يا اخي، من حقه يا اخي، عنده فلوس يبي يدفع حق تاكسي.
ليش تجبره في شيء هو ما يبغى؟ بس تكاسي ابعد من كذي احسه تو ماتش صراحه. تكاسي ابعد من هاي هني التاكسي اذا بي ترى بيتوهق. الحين ما سوينا احنا انتر كونكشن بين هذا الهاي واي وذاك الهاي واي، يوم اسوي هني جسر بالطريقه هاي لين المطار الدولي اوكي بيكون ممتاز. بس اوكي بس في شيء ثاني ابغى المكان يكون فيه شو مطاعم. تعرفون انتو لعبه المطاعم لازم نحط مطعم، وين المطاعم صارت هذه لازم تطلع من المطار يكون فيها خدمات تانية، لازم يكون فيها مطاعم هنا، لازم ابا هني دكان صغيرون وهني دكان بعد صغير. هذه الدكاكين عند الباب المطار لازم تكون موجودة، لازم دكاكين، لازم مطاعم بعد. شوفوا هني الناس تتجمع، تبى كوفي تبى ستاربكس. عندي ستاربكس بس ما اشتغل آخر مرة. ستار بعد ردينا العربي ستار بكس بس ما اشتغل معي آخر مرة. آخر مرة والله ما اشتغل تبون صدق، بس شوف إذا هالمرة بيشتغل عند المترو بيكون فنان. ما اشتغل، شوف يختفي، هاي مشكلته. مع ان المبنى جميل بحد ذاته، يعني لو كان يركب كان بيكون شيء وايد حلو. زين شو باركنات اندر جراوند من غير حديقه ترى مو منها فايده ترى على فكره. والله لازم يكون في عندي حديقه صغيرون. اي حديقه كانت صغيره؟ ايوه هذه 1 2 3 4 1 2 3 4 ايوه بالضبط في الوسط بمسافه حلوه عن المطار. طبعا هني تتريون تاكسي تتريون شيء عندكم مطار. بس ابى احطي باركينج، لحظه باركينج هني. انت عند مطار كم بتحطي باركنات؟ اتصور ما بيكفي. كم بنحطي باركنات؟ ما بيكفي. وين الباركن؟ ممنوع الوقوف ممنوع بكل مكان توقف هنا، ما بتسوي اي زحمة في الشارع. انسى زمانك تبى توقف مكان، توقف هذا المكان بتوقف مكان ثاني. بس هذا شوي مضايقني انا ترى، اذا انه وسع نص حبة شوية بالطريقة هاي. بس شوي بيكون اوكي. بس شو لازم اسوي؟ لازم اشيل هذا عشان بيكون متساوي من اتجاهين. اوكي بالطريقة هاي اشوفها انا احسن شوي. بنحط دكان هني ودكان هني. ما ادري اذا بيستوي دي ولا بيبني هني، بس اتصور المفروض يبني. هي يبني عادي ما عنده مشاكل. خله هني دكان كل واحد يبني على هو. شوف كم واحد هني يشيل والله الناس. ايربورت جايب حد اصلا الحين؟ ما تشوفه ما يبي جايب حد. بس المنطقه قامت تشتوي شوي حيه. هذا المطلوب بالمطار، ناس يجون عن طريق الهاي. شوف تكاسي كيف يضربون خطوط. شوف ها شو تاكسي غيره عن باقين. اوكي في نوعين تكاسي طر فنان. كم سيارة تكاسي؟ 50 كلهم نيوز. اذا 50 كلهم نيوز مو بغلط اني احطي مبنى ثاني. احطي مبنى اهد فراغ 2 باركينج. باركينج صار هذا هو. هذا اوريدي انا مختار انه باركن هني في وسط البودكاسي. اذا بقينا اي شيء ان هني باركنات. شوفوا هني اوريدي 50 نيوز، هني 6 نيوز، بيكون ممتاز. في زحمه بالمكان ما اقول لكم ما في زحمه،
بس ابى الناس وين يوقفون هني؟ الناس تبى توقف وين؟ مطار. هالناس اللي تبي توقف هني، الناس اللي تبي توقف عند المطار يسوي له باركن، الناس اللي تبي توقف هذا مكان، هذا مال التاكسي مخرب، وهذا مكان. واي باركن في المنطقة طبعا ممنوع، ما بحد يوقف عند باب المطار، اللي يوقف عند باب المطار متخالف. انا اقولكم الحين بيتخالف، ما في اي باركنات، ممنوع يباركنون هنا، ممنوع باركنات هنا، ممنوع باركنج، ممنوع باركنج. اي مكان على الشارع الحيوي هذا بداخل المطار بعد بيمنع الباركن عنه مرة بشكل تام. يبي باركن في باركنات في اماكن مخصصة خليه يمشي، مو بمشكلة، مو بمشكلة عندنا، خليه بيمشي. اخر مرة كان عندي مشكلة في هذا، لحظة خلنا نشوف. اوكي ما روم احطي هناك، هني بيمشي للباركن مو ترى، هني بيمشي للمطاعم، للمكان يمشون حق الدكاكين، هني بيمشي للباركنات والدكاكين، وعندنا كروس ووك. اوكي هني ما يبين فيه، شوفون لحظة ليش يفركنوا هاي هني، ممنوع الباركن قلنا لكم، استعملوا الباركنات المخصصة حق الشيء هذا. لحظة أنا متأكد، أنا شبه متأكد إني ما حطيت، لا حطيت، بس هو قرر إنه يفتح دكانين مو بدكان واحد. أوكي إنترستنج إنترستنج، يمكن لأنه صغير. الفكرة لما نغير القياسات يتغير الأشكال، عرفتوا؟ فهم لم تعرفوا. إنزين الحين أبا شيء جميل، هوتل أبا أحط عند المطار، فندق أبا أحط عند المطار هني بمكان ما، فنادق هني بمكان ما، فنادق أبا يكون، إن اللي يطلع من المطار يحصل مكان شو يبيت فيه، بس يكون هوتل جميل. ابس هوتل حطيه، ممكن نحطيه من هذا، ثلاثة أربعة هني جنب بعض، واحد اثنين ثلاثة أربعة جنبهم باركنات وحدايق، ممكن ما نحط شيء. زين خلينا نسوي لهم شارع بعيد عن الزحمة، نسوي لهم شارع من هني لين هني، هني هني مدخل ما هناك، هني سيدي على المطار، لا مدخل ما هني، بيكون ممتاز. هني لنا في تقاطعات، هني بعد تقاطعات ما يمشي، لا اوكي مو ممتاز، هذا بيكون افضل، هذا بيكون افضل بوايد. حبس هوتل ولا الحين لازم اقرر نوع الهوتل اللي انا ابغاه، لان انا ابغى مكان، ابي هوتل ما ينفع لي، ما ينفع. وين صار المبنى اللي من ساعه شفته؟ هذا هذا بيكون ممتاز، هذا بيكون رقم واحد المبنى، بحط اثنين منه. زين حطي واحد يمين واحد يسار، مدل شبكة ماي هني، هذا فندق منو المطار، فندق المطار طبعا موضوع غير، نتكلم عن فندق مطار بيكون شيء مرتب، ما نتكلم عن فندق عادي. أبو عند الفندق تحت آخر شيء نحاتيه في المكان هذا شو؟ باركنات نفسها. بعد استفدت عندي جلتش في الموضوع، بعض المود زوال هنا ابديت،
يوم هي اسوي لهن ابديت ما يشتي النتيجه اللي انا ارجوها من وابوك يا حياه هوتل وش كبرك وابوك انزين. هذا الفندق مش طبيعي صراحه, بس الفندق مش طبيعي حتى عند المطار يا جماعه تقولون فندق جميل. تبس خلينا نشيل هذا ونشوف هذا يركب هني. ايه يركب يركب والله شيء مضبوط صراحة, شيء مش مضبوط بعد المضبوط. هذا تعرفون بعد المضبوط, هذا هو بعد المضبوط مش طبيعي. ونبو باركنات قدام الباب, خلينا نحط باركنات برا. بس اول شيء خلوني احط سويلر واحد هني ورا الباركن, ولا وين بيكون ورا الفندق. نبى كل حد في المدينة, انا قاعد اسوي طريقة ان كل حد في المدينة يكون عنده سولر, كل حد بالمدينة كان عنده سولر, مع ان عمليا ترى ظل عليها وبيكون غلط اصلا مكانه, بس بما انهم في نفس الاتجاه احافظ عليهم على نفسه الاتجاه. زين شوفوا كل حد يحب السولر المفروض في المدينة هاي, كل حد يحبه ما في حد ما يحبه. وجنبه هني من المنطقي جدا يكون عندي شو برج من هالنوع وبرج من هذا النوع, بس مش في الطريقة هاي. هذا خلي على زاوية شارع في وسطه بيكون بارك. باركينج واحد اثنين ثلاث اربع, خلينا هناك اربع, هني بيكون باركن. بما اني حطي باركن كالعاده باب الفندق مو بازحمه, هني اصلا ما يشتي باركن, خلاص ريحنا نفسيا من الاخر, ارتحت نفسيا ما عندي مشكله. هاي بتكون مو بيكون عندي المشكله الضخمه. انزين فندق بهالحجم عند مطار بيحتاج خدمات, اخبركم من الحين اساس شيء جديد صح. نبى مدخل باركن ثاني عند الفندق. هذا باركنات الفندق, هاي باركنات الخدمات. نحطي لنا حديقة بلازا جنب الباركنات او بهذا المكان, لا نحطي جنب الباركنات, ومش حديقة نحطي جنب الحديقة مطعم, مطعمين جنبه حديقة جنبه مطعم, مطعمين. شوف المكان هذا كيف شكله يا حبيبي, المكان يا حبيبي كيف طر يا حبيبي. فندق المطار بيكون مش طبيعي ترى, بيكون طر من الخاطر. هي 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 جميل بيكون فنان. عندنا خدمات وايد حق المطار, اكثر يمكن من المفروض بنحتاجها يعني. هل احط سكن هني؟ لانه ناس في المطار يحتاجون سكن صح؟ خلنا نسوي سكن مطار يعني, بنسوي سكن مطار زين. اخر المرحلة من المطار بيكون تشبيك المطار على فكرة, لازم نشبك المطار خلاص. انزين نسوي لنا فريج مش عند باب الفندق عادة طلعة, لا الشارع الداخل اللي ورا بخليه طلعة تم بيكون مهني. الناس اللي داوم في المطار بسوي لها شقق, الناس اللي بتداوم عندنا مثل ما تقولون سكنهم, سكن اهل المطار نفسهم بيحتاجون يسكنون, بيحتاجون دكاكين بعد, لا مش دكاكين بس مش هني دكاكين, نشيل هذا الدكان ونشيل هذا ونسوي دكان. اوكي
هذا سكن اللي بيكون عند المطار، ناس بتداوم هني، ناس بتعيش هني، ناس بتروح بترد من هني، بيكون عندها مترو، بيكون عندها كل شيء، بيكون عندها قريبا قطار، كل شيء بيكون موجود متوفر بالمكان هذا. بتكون كمية خدمات مش طبيعية على فترة. نزل فندق أبا المكان يكون شوي سياحي. إنزين أبا الناس تتمشى تستانس تطلع عند المطار. أبا شيء يكون صدق جميل، يعني مش بس باركنات وروحوا. لا المطار لازم يكون عبارة عن مجموعة خدمات. لو أنا عندي ساكن بالمكان هذا، خاصة المطار قدامي، أبا ملعب كورة بعد، عندي ملعب كورة وايد. من زمان صاير ملعب كرة سلة صح؟ ولا أقول خلنا على ملعب الكورة. أيوة هني مدخله بيكون داخل على الفريج. نبى ملعب كرة سلة بعد، بس ملعب كرة سلة وين؟ صوب الفندق. ناس مش بس استجمام، بيوم بيحصلون ملاعب. هاي خدمات المطار. خلاص المطار يعني مو بلازم يكون او روح وتعال، لا لازم يكون لايف ستايل، لازم يكون عيشة، لازم يكون في كل شيء عندك موجود متوفر. شيء جميل يكون. تبون موظفين؟ لحظة ميك شور ذير از ريزنت اريا هلو بيبل موجود موجود، لكن بالمكان هذا بالشكل المعقول. لحظة طبعا يا اخي ما في مي، اكيد ما في مي. قولوا لي متى سويت لكم مدينة ما احد يشكي منها مي؟ لازم بيكون حد يشتكي من المي. لا ما بتكون مدينة خليل. خلينا نشوف مشكلة المي انحلت. لازم يكون اسلوب حياة اكثر من انه مجرد مطار وسفر. الناس تحتاج هذا الاسلوب من الحياة، خاصة بالسفر. بصير بسافر سير مطار، تشوف خدمات، تشوف هذا فاتح اللي شو اسمه صيدلية. صيدلية ليش صيدليات كلها زين؟ كافيه ما ادري شو اسوالف. شوفوا هني ها بعد صيدلية. شو سالفة صيدليات؟ بيج بايت ريستورانت 2 في 3 عرفناك خلاص. محل ثياب بسافر ابى ثياب الدولة اللي سير انها بتكون ثياب طار عرفتوا. ما بحط بيت هني، ما بحط ريزيدنتل هني، بس بحط ريزيدنتل وين كبير هني لان يناسب ثيم المكان. بس جنب حياة هوتيل مرة واحدة لا، بحطي السكن هني اوكي، بحطي تجاريا هني، بس تجاريا هني، وبحطي لهم بنفس الطريقة هني شو ممشى هني عند المطار، بس ما بيكفي حق اثنين، بيكون حق واحد. بسوي ممشى جنبه باركن تحت الارض اوكي، وجنبه دكان صغيرون ناس تشتري سامان اللي هو ذاك صديقنا بيطلع شو اسمه بايت رايت ما ادري منو اظني. لا اطلع عليه عادي شب عادي. بيكون هني بيكون في ناس ساكنه هني في العماير هاي. بعد في النهايه فندق مش غلط يكون حول العماير، ترى الفندق اصلا عباره عن عماره وسط عماير، لكن شويه احلى يعني مرتب يكون شكله. هذا لايف ستايل. هذا ممكن تيجي هني المدينه بحد ذاتها تبيت يومين وتروح. هلا مطار مش طبيعي يكون زين. ابى اسوي شيء يكون عباره عن فعاليه بحد ذاتها. بس الحديقه موضوع ناجح.
هذا بيكون مكانه حلو صدقون، حاطين لي سبيس نيدلز هني وين عند المطار، الناس بتي تزوره بتستانس. يا حبيبي والله مضبوط، بس في نويز. ايوه ابعد النويز حبه، خليه هني. يا حبيبي ليش عندهم مشكلة مجرمين؟ مركز شرطة هذا ما ينفع، خلي بدل مركز شرطة يلا. يس ابو هيد كوارتر هني، هذا السالفة بالطريقة هاي بتستوي. هيد كوارتر مرة ضربة، ما عنده اي مشكلة، يبون سجن موجود، يبون شيء موجود. مطار خلاص استوى مطار دولي، واستوى المنطقة اللي حوله راهية، استوى مكان فيه فلوس، معناه المجرمين بيونك ما بيسكتون على المكان هذا، تنسون هالشي هذا يعني، حطوا الشي في المخيلة وفي البال دائما دائما ابدا دائما دائما لازم نستمتع. تخت المطار هاي بتكون طار طار والله، هي طار اصلا بونها. ما معنا خدمات الموتى، لحظة هل زي من خدمات المطار بتكون سارع خدمات هني، وهذا بيكون ابا قريب المستشفى ولا هني يكون مدفون مكان ما بيكون فاضح. لازم بيكون عندي خدمة من الخدمات موجودة على فكرة يعني. فكرة خسرت تقريبا كل فلوسي، ها عندنا انكم حلو، كان فلوس جميلة كانت عندنا. على طول في ناس تموت، تريوني شوي، يرحموني شوي يا جماعة الخير يعني، بالطريقة هاي يعني، مش بالطريقة هاي. انزين بيش لونهم هاي، ما عليكم انتو ويرتبون امورهم، بس عندي مشكله الوركرز اللي هو عندي زون. انا اوريدي كان مكان ريزيدنتال زون هني ورا، هذا كله ريزيدنتال ممكن، بس بيسوي زحمه ما ينفع. هاي شارع الناس رايحه رد عليه، هني مو مشكله شوي، بس هناك لا، هناك لا مو ممكن، في اماكن ما تتحمل ان انا اسوي زحمة فيها. زين الزاوية هاي ما بسوي زحمة على الشارع، هذا ما بي، هاي شارع مفروض ما يكون بها زحمة. هني مو مشكلة زحمة مقبولة، لان مكان ناس ساكنة اصلا في كل الاحوال، مشكلة هني لا، هذا من الهاي واي هني ممكن يمتد في اي لحظة يروح سيد الهاي واي الثاني. حتى قطار المطار ما سوينا الحين، بنخليه على الحال مو مشكلة، لأن يجون موظفين زيادة، نحن مسويين زون أصلا، مو بمشكلة. بسوي هني شوفوا منطقة صغيرة عبارة عن لحظة، هذا ما نبغى. زين منطقة صغيرة هني عبارة عن ريزيدنتس حق منو؟ حق قريب المطار. اوكي واللي هو بيكون فيه هني عماير صغيرة، عماير اكبر. هو شوي غلط لانه موصول بال هذا، بس هاي اللي بروحهم هني بيكونون، خلهم يبنون مو مشكلة. المهم وقت الحلقة طبعا اظني خلص من فترة حلوة بعد. هذا كان فندق المطار، ما شاء الله تشوف كمية الطيارات اللي قاعد تبتي، بس لازم اعدل المطار شوي، اعدل اظني هم يستعملون مهبط حاليا واحد، وانا اسوي تاكسي واي حقهم. ومشكورين على متابعة الحلقة، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، شكرا لمتابعة مشروع المطار. بيكون عندنا بس باقي الحين تقريبا القطار ومنطقة سكنية قريبة تكون بهذا الاتجاه هني،
موصولة بالمطار. في زحمة والله، في زحمة ما أقول لكم ما في زحمة، تبون الصدق والله في زحمة. بس هذا خلوه مدخل، وهذا خلوه مخرج، خلي الناس ما تتزاحم على نفس الفتحة، تبون صدق الناس تدخل الدور. يعني كنا ندور بس بشكل غير مباشر. فمشكورين جدا على المتابعة، أتمنى تكون عجبتكم. لا تنسون تزيدون الحلقة دائما بلايك وشير سبسكرايب. فثانكيو والسلام عليكم ورحمة الله.